اليوم عم نصبحكم من المطبخ مثل ما حكينا شوي الصبح مع شيف جاد انه مبلشين بكير اليوم لانه استثنائيا عم نحضر حبشه للعيد. بونجور جاد. بونجور. كيفك اليوم؟ تمام. انا عرفت انه امبارح كمان مع ستيفاني حضرت امبارح كان اول نهار حبش، اشتغلنا الاورينتال كانت مسحبه، حشيناها رز، رجعنا طبخناها بالفرن، رجعنا عملنا برزنتيشن مع الرز واللوبات والكاستره. اليوم رح نعمل اذا بدك حبشه منا محشيه مع خضره مع صوص فيها تروف، فيها ويل دو تروف، فيها ويل دو تروف بلانش. رح نشوف كيف رح نشتغلها. هلا نحن اول بايت رح نطلع فيه هو رح نربط الحبشه ونحشيها، نحط لها الزبده بقلبها والزبده على وجهها. هلا الزبده نحن امبارح عملناها، ما بقى رح نرجع نعملها، بمعنى اللي هي انا عملت امبارح لامبارح ولليوم. مزبوط. هون في عندنا زبده، عندنا بارش ليمون، عندنا ملح، عندنا بهار اسود، عندنا رومارا، عندنا حبق. هلا اذا عندنا اعشاب بالبيت زياده فينا نحط بقلبها، يعني ما انهم هول السبتين، يعني اذا عندنا تا فينا نحط، اذا عندنا قشر جنجر فينا نحط، اذا عندنا قشر حامض فينا نحط، ما في شك. هي الزبده رح تعطيها طراوه ورح تعطيها النكهه اللي هي كمان الاعشاب اللي فيها والليمون اللي بقلبها. سو الزبده وين بنحطها؟ هلا رح نحط بارت بقلبها ورح نحط بارت على وجهها وندخلها على الفرن. مش بين الجلده واللحمه؟ فينا، بس انه ما بيمنع نوصل لغير نتيجه. نو ما بتوصل لغير نتيجه، لان بالنهايه الزبده اللي على وجهها رح تنزل عليها، رح ترجع تنزل على الصينيه. هلا رح نشوف، رح نرجع نحن كل 20 دقيقه كثير نسقي. اوكي خلينا نحن وهلا عم نشتغل نرجع بنخبر. هيدي حبشه نظفه مزبوط، من شيلين ايديها، من شيلين اجريها، من شيلين رقبتها لحديت هلا بس. هي تقريبا وزنها 5-5.5، ودائما الحبش ما في تحت الخمسه. نو نو ابدا ما في خمسه، ما في تحت الخمسة. هون الحبش جاد نحن نشتريه فروزن، بيكون عادة نشتريه فروزن، بدنا نعمل له ديفروست بالبراد. بالبراد بالبراد بده يمكن يومين. هلا اذا قبل ما نبلش نشتغل مزبوط فيها بنحطها يومين بالبراد، بنجي الثالث نهار بنلاقيها خالصة، بنغسلها، بنشيل عنا كل المي تبعها والهيدا. هلا هون عم نملح وعم نبهر، يعني الحبش اللي عملناه امبارح واللي بنعمله اليوم هو بيوصل هيك على البيت من عند فلور دوليس في حال طلبوه. مثل ما عم نعمل البرزنتيشن توصل لعند الزباين. نفس البرزنتيشن نفس الشيء. رح اخذ انا هون زبده. شو كده مشاهدينا، هيدي اللي عم نحضرها هلا، فيكم يا انتم تعملوها بالبيت او فيكم تطلبوها مثل ما هي، رح توصل على البيتكم. هون رح ناخذ ملعقه زبده. اوكي جوا. هلا هي بالنهايه ما رح تبقى جوا، رح تدوب بقلبها وتنزل بالصينيه ونرجع نصير نسقيها. رح اخذ شوي، ما في لزوم نمرغها من جوا مثل ما هي خلص. هون ناخذ شويه بصل، شويه كرات، شويه كرافس، شويه ورق غار، ليمون اللي برشناهم رجعنا نحن فرمناهم وحطيناهم بقلبها. هول بينكهوا، هول ما في شك بيعطوا. اوكي هلا خلينا نحط الزبده على جنب لانه هلا رح نوصل. اوكي هلا لكن الحبشه نحط لها ملح، نحط لها بهار، حطينا بارت من الزبده بقلبها. هلا رح ناخذ هلا شو صار وقت التربيط؟ هلا بدنا نربطها. رح ناخذ تربيتها، ما في شك اهين من شغل تبع امبارح. امبارح كان عندنا تخييط وعندنا قصه كبيره امبارح. كان امبارح سحبتوه على الهواء؟ نو ما هيدا شغل ثاني كمان. هيدا شغل رابع، مش هيدي كنا عم نحكي لازم نعملها شي نهار الحلقه، اللي هي شغله تكنيكلي صعبه. منها ايه تكنيكلي صعبه. اوكي هلا انا هون سو هون لقطت الاجرين، لفينا الاجرين، رح نمرقها. بدي بشغلي هلا بس اقعد هون طلقت العقده تبع تزحف. رح نمرقها اذا ملاحظ وين على المفصل. أوكي. بين الورك وبين الفخذ يعني. مزبوط. وبنرجع بنمرقها على المفصل تبع الجانح. اوكي طيلقت الحبل مزبوط. هلا بناخذها هيك، نحن بنربطها بس للكسم 100%، بنربطها للشكل يعني. لانه هلا بتشوفي بس نشدها. طب واذا في اشخاص بيستصعبوا التربيط؟ ما هون خلصت يعني، ما شكلها شو بيطلع بالإيه؟ الفرق انه الشكل ما بيطلع شكلها مرتب 100% خلص. تمام. يعني هلا شفت اجري كيف انضبوا على الصدر. هي. يعني هاي لو بدها تنطبخ ومش مربوطة. مش مربطه، بدهم يكونوا اجريا هيك، ومن هون بتصير تاخذ حراره، وهون السكن رفيعه، بتصير تاخذ لون من هون اكثر ما لازم. افضل نلقطها، افضل تنلقط، وهيك بخار تبعها كمان بضل كله بقلبها. شفتي شكلها كيف صار مجموع؟ ايه
اوكي كسمة حلو صار فينا نقول هلا رح ناخذ اهلا اهلا بالشباب هلا رح ناخذ هالصينيه اللي هي نص كيف تعملوا الحبشه رح ناخذ هالصينيه اللي هي فيها بصل وجزر وكرات وكرافس وهيدا الثوم ما ضروري يتقشر ابدا كمان هيك بنحطه هون شو بدنا نعمل؟ هولي ما رح نعمل شيء نخليهم بالصينية هولي بالصينية بضل بضل يعطينا هيك ما في شك لان هلا رح ينحط المرق عليهم ورح ينطبخوا يعني باخر الساعتين وربع رح نشوف هالخضرة كلها دبلت وماتت وطلعت كل نكهتها رح ناخذ الحبشة نحطها هيك رح ناخذ هالزبدة شو رأيك جاد بانه كثير نسمع هيك وصفات مختلفة انه تنطر الحبشة شي بحط لبن شي بحط ما بعرف شو لا قلك شغلة هي قصة قبل بيومين هي طراوة الحبشة وقديه طيبة ريليتد لشغلتين للحرارة طبخة يعني دايما هي الحرارة والوقت أساسي بالطبخ وللبروسس اللي عم نعمله هلا من خضرة من زبدة ومن مرقة لأنه إذا كان وقتها مزبوط والحرارة مزبوطة وما عندنا مرقة عم نسقيها فيها بتاخذي نص نتيجة اوكي رح تاخذي النتيجة اللي رح ناخذها اليوم وبنفس الوقت اذا عم نعمل هالبروسس والحراره الفرن كثير قويه وحطينا وقت زياده عن اللزوم كمان رح تنشف مزبوط هون زبده تقريبا شو بدنا كميه تقريبا نص كيلو للوان يونت للحبشه هيدي هي هلا شغله صغيره كان بنلفت نظر عليها بالنسبه للفرن وللحراره الفرن دائما بنحكي نحن ان جنرال كفرن لانه هلا اللي رح نعمله هون بفرننا رح يفرق بعض. رح يفرق شوي من فرن البيت مزبوط. بس اجمالا عم نحكي من الساعتين وربع لثلاث ساعات الا ربع الحبشه هذا اذا بدك مويان يعني ما معقول تستوي الحبشه تحت الساعتين بحاجه لميزان ولا هذا اللي واصل عليه في حال كان عندنا شك بالكويسون تبع الحبشه انه نشيلها وتطلع اندر كوك يعني ما انها مستويه في الترمومتر تبع الاكل نعم. بدنا نشكه بنحطه دائما على اكثر مطرح اخر شيء بيستوي يلي هو اللي هو الفخذ الفخذ المطرح ما في العظمه تنشك هون الحراره لازم تكون 72 73 74 اكثر من هيك بتكون اوفر كوكت واقل من هيك بتكون نيه بعدها أوكي. ليش هلا نيه هون يعني نحن بس يستوي اخر مطرح بنشيلها يعني ما فينا لان الصدر رح يستوي قبل ما في شك والداير رح يستوي قبل اخر نقطه هي تحت نعم تستوي سو لما نشك الميزان ونوصل لل 70 72 بنكون صرنا سيف يعني صار لازم نشيلها صار لازم نشيلها ما في شك وحراره الفرن دائما بدها تكون مش فوق ال 200 يعني عندك بنقلع هلا رح نفوتها بلا شيء رح نفوتها على ال 200 نص ساعه بنرجع بنشيلها بنغطيها بننزل على ال 180 170 وبنحطها ساعتين اوكي سو اول شيء مكشوفه اول شيء مكشوفه ما في شك نص ساعه بعدين بنغطيها بتاخذ لون وبتكفي طبخه مزبوط هلا قصه الوقت والحراره برجع بقول اللي عم نحكيه هو ان جنرال يعني مش انه اذا حطينا ساعتين وربع شلنا على العميان ما رح الفرن رح يعمل رح يلعب دوره هي شو المرقه هاي المرقه شو عملنا نحن امبارح نحن دائما بس نسحب فلور دوليس كل الصدور العظم العظم ناخذه ونعمل في شغلتين نسلق بارت ليطلع معنا هاي المرقه اللي هي طبخنا فيها الرز امبارح وبناخد بارت بنحمصه بمعنى نشويه بالفرن بنرجع بنسلقه ليطلع معنا الجريفي اذا بدك او الصوص اللي لونه براون أوكي. اللي هي رح نشوفها بتاني بارت من الحلقه بتكونوا حمصتوا العظام رجعتوا سلقتون 100% لانه في حال سلقتيهم رح تاخذي هذا اللون ايه اكيد اللون فاتح طيب خلينا نحن نشيل هون نحن هلا تقريبا خلصنا كل شيء رح نعمله رح نحط لها مرقتها دائما المرقه بدها تكون سنتي سنتي ونص بالصينيه حسب الصينيه رح ندخلها على الفرن نص ساعه دائما اساسي بالتسقيه تبع الحبشه عم نحكي دائما 20 دقيقه 25 دقيقه ماكسيموم بهالوقت لازم نشيلها حتى لما نكون مغطينا نرجع نشيلها ايه ما في شك كل وقت الساعتين ونص او الساعتين وربع كل 20 25 دقيقه لازم تنشال تسقيها نرجع نردها عظيم اوكي لكن نحن هلا رح نزيد المرقه وندخلها وندخلها على الفرن مكشوفه نحن بعد نص ساعه بنرجع بنغطيها صح وبنرجع بنلتقى مع شيف جاد تقريبا على 11 وربع تنشوف وين صرنا بحبشتنا لليوم
يعني مع هيك مشهد الواحد شو بده يقول؟ هالحبشة مثل ما كنا عم نحكي قبل أول طلع إنه آخر نص ساعة شلناه للغطا وهلأ بس عم نعملها، يعني تقريباً خلصت، عم نعملها تيونينج للون بس. يعني هلأ رح ندخلها يمكن 5 دقايق لأنه خلصت، هي من جوا خلص استوت، صارت مستوية 100% جاهزة للأكل. هلأ لونها بجنن، عم نسقيها آخر 6 دقايق وخلص. رح نفوتها على الفرن هيك بس هال10 دقايق نحن عم نشتغل لما تبرد. أوكي. خليها بالفرن يلا نوطي له شوي حرارته. روعة روعة وريحة واو، صح ما في شك، ريحة الزبدة، ريحة الأورانج، ريحة الخضرة. هلا رح ندخلها على الفرن ونشتغل بالجارنيتور وبالصوص، نرجع نعمل برزنتيشن وبنشوفها كلها مع خضرتها. اكيد مع... نرجع بنذكر انه الحبشه اليوم منا مسحبه مثل ما هي، بس حطينا بقلبها زبده، حطينا الميربوا اللي هي جزر وبصل وكرات كرات وورق غار، وحطينا الزبده اللي هي كمان بنفس الوقت حطيناها على وجهها. هلا خلينا نشتغل بالجارنيتور. هون رح نعمل الجزر، رح نعمل المشروم، في اشياء انا عاملها كمان قبل الهوا لانه وقتنا رح يكون على القد، ما رح نقدر نشتغل كل الخضره على الهواء. هون رح نبلش بالمشروم سوتي، نحكي شوي عن الصوص شو عملنا. هون الخضره جاد الواحد حسب هو شو بحب، خضره حسب واحد شو بحب. هلا نحن الخضره اللي عم نشوفها اليوم كمان هي سيم نفسها رح توصل كمان للزبونات اذا طلبوا، اذا طلبوا من الكتالوج. هون عندنا مي وملح، هون عندنا زبده وزيت زيتون. رح ناخذ هالمشروم نقوي شوي، بلش نعملهم صوتي. هلا هول الفوليوم تبعهم بيزموا يلا كلهم بيروحوا. اوكي هلا المشروم على النار. هون خلينا نحكي شوي عن الصوص. شو عنا صوص؟ هيدي هي المرقه اللي حكينا عنها. المرقه اللي حكينا عنها من بعد ما نحمص العظام، العظام سلقناهم مع بصل وكرات وكرفس وجزر. هلا رح نزيد لها، رح نزيد لها التريف رابي، نزيدهم كلهم. ايه هلا شوي صغيرة دقيقة ببلش الفوليوم ينزل بصير اهين. سو التريف بنزيده على الصوص، ما في شك التريف رابي بقلب الصوص. حلو عنا رح ناخذ قوة، رح ناخذ زيت التريف، تروف ابيض الزيت تبعه بيعطي هو اذا بدي كل نكهه تروف بهدول ملعقتين الزيت اللي عم نحطهم. تروف رابي ما بيعطيك كثير طعمه، بيعطيك اذا بدك هو التكستير اكثر، اذا بدك او الايدنتيتي تبع التروف. رشه ملح صغيره، شقفه زبده صغيره كمان هيك بالصوص بتعطيك لمعيه، نحكي ربع ملعقه. حلو هون بلشوا هلا بمجرد ما نشيله بنحط نغلي الصوص. يا انا كنت كمان في حرارتها ميحه بس نسخنها اكثر. رح ناخذ المي هون للكوسه، المي رح نبلش فيها هلا شوي صغيره كمان. رح نسلق الكوسه ونرجع نطبلها. ملحنا المشروم دخلت؟ بس معك ملحنا هون؟ لا بعد ما حطينا شيء. هلا عم نحط بهار اسود، دائما لازم تلاحظي حراره كثير عاليه للمشروم لانه اذا كانت حراره واطيه ببق ميته مزبوط بصير ينسلق سلق. رشه ملح، لكن الحبشه خلصت الصوص ثواني منشيل. نحط شوية زيت زيتون لانه كميه هالمشروب كلها شربتها شربت الزيت، يعني كل شيء مواد دهنية شربتهم كثير حلوين بجننوا. وكثير حلو انه اخذوا لون وبعدها واقفه الحبه منهم مخلوطين. دقيقه رح نشيلهم نحن، ما رح نتقلهم. انا رح شيل الحبشه بهالوقت هيك لترتاح شوي برا لنقدر نشتغل فيها ونشيلها ونسكبها لما تكون سوبر سخنه علينا. هيك بنسقيها بعد مره واحده ونتركها برا. يعني نحن من هلا لخمس دقائق رح نبلش نعمل برزنتيشن ورح نشوفها بالجاد كيف رح تطلع. يلا بنعمل هلا وجه السقية بس لنخلص المشروم. هون خلصوا
رح نتركهم بالمقلايه ونحطهم هون نسخن خلص. الصوص بهالوقت نحط الصوص على النار. لكن هون عندنا مرقه الحبش محمصين العظم تبع الحبش سالقينه مع اكيد مي والعظام الحبش ومع جزر وكرات وكرافس وتوم وورقه غار. شايلين المرقه غليينها ل صار الليزون تبعها هالقد سميك. يعني هيدي عم نحكي كان عندنا طنجره، عم نحكي عن هالكميه طنجره كامله من الصوص لغليت وعملت ريدكشن وصار لونها هيك. صح حلو. هون حطينا شقفه زبده هلا بعدها مبينه بقلبها هلا بس تسخن رح تدوب وتفوت بقلبها. حطينا التروف رابي، حطينا زيت التروف وملح وبهار بعد ما حطينا. هلا بندوق لاست مينت حلو ومنأكد عليهم. هون مي وملح خشن، ننطر ثواني ل اول ما تسخن بس خففي لها لان انا معلق كثير الحراره عليها. لكن هاي الحبشه خلصت، نعمل لها هيك اخر تسقيه بتعطيها لمعيه كمان حمام. اخر غسله. شو حلو لونه. رح نبلش بالبرزنتيشن نحن شوي صغيره. نايس برمى هيك كمان. كثير حلو. يعني هاي المرقه فيها كل الزبده، فيها كل المرقه اللي نازله من الحبشه كلها بالصوص. هلا هيدي الصوص ما بنستفيد هيدي ما في شك انه فينا ناخذها نصفيها ونزيدها على الصوص. اكيد فينا، لكن بنكسب ايه بس طعم. يعني بدنا ننتبه انه ما نزيدها كلها لانه فيها كميه زبده عاليه. ايه بصير الصوص فيها كميه زبده عاليه. مزبوط. هون خلص رح نخفف لها. هاي خلصت. خلينا نحط غراضنا هيك هونيكي اللي هن كل غراضنا للبرزنتيشن. هاي الصوص خلص. هلا رح حط انا الكوسه هاي هون بالمي. حبشي خالصه رح نسقط الكوسه تقريبا يمكن ما ياخذوا دقيقه حتى اقل يمكن 30 ثانيه لانه اذا بتلاحظي دائما تكنيك السلق هي عم يقرش. صح هلا غير هيك عم نحكي عن كميه المي اللي هي كثير كبيره بالنسبه للبرودوي اللي بقلبه. لأنه لو بنعمل العكس بياخذوا كثير وقت. نحن لكينا جاد رح ناخذ وقفه بنرجع من بعدها على التيستينج بنشوف البرزنتيشن سوا. بنكون شفنا البرزنتيشن سوا للحبشه. خليكم معنا. واو 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 شو هالجاد جاد لحظة بده صورة هيدا فعلا عفوقة يعني جنن. فيك توقف تاخد بوز مع الجاد بوز مع الحبشة مع الحبشة مش مع الجاد. ايه مع الحبشة ما معروف عطينيها اسم دخلها جاد طلع فيها شوي بتجنن. رح اخذ لها هيك كم نقطة زيت تروف كمان انسا ستوري نحط واو جاد هو لي كل الطعمة. شو حلو صوص خالصة. خلينا يعني نسكو الخضرة كتير بسيطة. الخضرة سامب أو ستيم أو كلها معمولة ستيم كيف بنحب نحضرها مع ملح وبهار وزيت. عندنا هون الكستنة الكراميليزي. أنا عم فكر والخضرة إنه السطي حدا. أنا عم فكر يا جاد إنه ناخد وقفة ونحن ندوق نرجع هوا بريك.